ربش الشاشة يا اخوان. ايش هذا؟ اضحك الكلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أحمد، رجعت لكم فيديو جديد وفيديو طويل هاي المرة. بالفترة الماضية كنت أنزل شورتس، ما كنتش قاطع عن القناة يعني، بس كنت قاطع على الفيديوهات الطويلة، فاليوم جايب لكم لعبة رعب. اشتقت للألعاب فرجعت للعبة رعب. اسم اللعبة مش عارف، موت شيء زي هيك. المهم يعني اللعبة عبارة عن غسيل أموات وبفرغ دمه منه، مش عارف، فيها أشياء حلوة يعني ومرعبة. لعبت أنا تقريبا نص ساعة منها وكانت حلوة وبتخوف، فحبيت اني اكملها بفيديو. غيرت اسم القناة طبعا، انا من هازاردين الاحمد رامي، وغيرت اللوجو هذا للفخم هذا، وبس استمتع بالفيديو. طبعا يا اخوان، زي ما قلت لكم اللعبة غسيل اموات. مش عارف هيك بجيب بجهاز بقعد يشفط بدمه وينزل دمه وبعدين بحطه بالثلاجة، بس بتشوفوها. اوكي يا اخوان، زي ما انتم شايفين هاي الميت قدامنا. نسوي له بس نسيت اللعبة يا اخوان، ايش بنسوي؟ طبعا هاي الأدوية بنحطها بهذا الجهاز، وعشان نسحب الدم منه بينزل الدم من هون، بعدين بندخله جوا على الثلاجة. بس ايش نسوي؟ نسيت انا. ايوه تمام. هسا احنا بنكشف شو عنده جروح او شو عنده كدمات يعني على جسمه. هاي في هاي تمام، عارج هاي الميت حرق ولا ايش؟ تمام، ايش في كمان؟ في هاي، في ايش؟ في صوت، في صوت على الشمال والله. في هاي، اوكي جمعناهم هون. هسه بنروح ندخلهم على الكمبيوتر، نروح هنا تمام. اسم نكتب عليه هيك، تمام. سمر راس، رايت شولدر، وين رايت شولدر؟ ليفت شولدر. ايش في؟ People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. No one's embalming any ghost bodies or whatever. والله والله خايف عليك. بس باك نكمل ولا نرجع؟ اوكي رايت ارم، خلينا نكمل نطنش، ما صار شي شي. رايت ليج، ليفت، لا ليفت ليج، ليفت شولدر. اوكي شي شي بس بحكي هيك. خلينا ناخذ التقرير، نروح نحطه باللوحة هون. والله اني خايف، انا بمشي بسرعة عشان اني خايف ترى. تمام، ايه والله نسيتها. ايوه تمام، ايه بنسكر له تمه وعينيه، كأنه بضرب ابرة وبعدين بخيطها. ايوه شايفين، بعد ما اسحبها هيك. There we go. تمام. ثانية. لا لا، بنحط له شو اسمه؟ I'm missing something. بنحط له زي لزقة هيك على عينه، بنضلها مسكرة. هاي هاي. الو افتح. ايوه هاي اي كابس. تمام. بسم الله. اخوان اقسم بالله فاجأني، المشكلة انا شفته كملت يعني ما انتبهتش انه في حدا. صرت اول اشي اضلها وين راح؟ لا اله الا الله. طيب هيا نحط اللزقات، نسكر العينة. لا اله الا الله. هسا بنحط هون المحاليل اللي قلت لكم عنها، والله ما عارف ايش هي المحاليل، في اكثر من واحد. هذا That's not it. شو هذا؟ شو هي كانت معي انا، كيف حطيتهم بالغلط؟ معلش تعملنا.
That's not it. اوكي تمام. عارف كم محلول فيه؟ كأنه 4. هون اللعبة بلش تخوف والله، ترى ما كانت هيك والله ببدايتها. يعني هاي الأصوات جديدة. يا له الله. يعني أنا راجع للعب، طب أرجع بلعبة عادية. اوكي 4 محاليل هيك ولا 3 حتى ما نعرف هذا ايش هذا. اخذت منه. That's not it. I can't hold anything else. خذه والله ما نعرف اخذه. تمام. خلص ولا في شيء كمان؟ في. ايوه تمام. هسا كيف نشغل الجهاز؟ اتوقع لازم اروح بالقلم هاي. لا. ايوه تمام. I'm missing something. لا. ايش قلت؟ في ايش لازم نحطه؟ ايش فيه؟ ايو حج حج المحل مسكر حج. ايش فيه؟ في هذا الصوت. ايش المسنج؟ مشان الله صوت مزعج. والله انه وترني اقسم بالله يا اخواني. هاي بس يا كلب. والله رد. هاي والله من عارف اقسم بالله انه وترني. ايش بدها تقول؟ بنحط البربيج. دقيقة بس، وين البربيج؟ في بربيج بنحطه هون عشان يسحب الدم المفروض. اخوانا لازم اعبي هذا القلم. في هون جوا غرفة عند الحمام. مشكلة دق الباب هذا. بسم الله يا رب. الباب مسكر. والله الباب مسكر. بسم الله ان شاء الله. اتوقع صح هيك. وين؟ I can't use that here. لا اوكي ما بنقدر نشتغل. لا والله كل ما تطول باللعب تخوف اكثر. يما في شيء جا. غبش الشاشة يا اخوان. ايش هذا؟ اضحك الكلبة. ما طب بس اخلص المريض هذا وانهي الفيديو. انا بس اخلص المريض هذا وانهي الفيديو. قرب. لا اله الا الله. انا المشكلة مش عارف اخلص المريض هذا. بس مريض ايش؟ ميت هذا والله ميت. عارف اخلص الميت هذا بس عشان اسكر الفيديو خلاص. هاي المشكلة اللعبة فيها زي لغز هيك. يعني ما بقول لك جيب كذا، لا بقول لك انا ناسي اشي. طب ايش هو النسية؟ مش عارف. الله. لا امزح. I can't hold anything else. ما صحيح. I'm missing something. يا اخوان بعد 4 ساعات بالتدوير طلع هون. انا مش قادر اخذه من هون. ما كانش مبين بقدر اخذه. طلع شايفين زي هيك. بس هيك لما قربت طلع هون. هاي البيت. Can't hold anything else. الله ياخذك. ارمي هذا. لا. يا تفضلوا اللي هناك. نحط التيوب وينه. تمام. هسا المفروض انه الآلة هاي يعني تسحب الدم من اللي عنده وتديره هون. بسم الله. الله الصوت شايفين؟ طبعا شغل شوية وقت.
طلق متوتر على أعصابك وهي بتخلص. تمام. هسا نشيله ونخيط له إياه. تمام. هسا هيك المفروض إنه خلصنا. أوكي هون بكتب لي إيش بده. نايس أحمد. أوكي عبينا ال بقدم هذا then insert broker. أوكي هسا إبرة. المفروض ما يصير هيك ترى. لا لا ايش في؟ ايش غلطة؟ ايش اللي صار؟ وان ترى اول مرة بوصل هون انا. ضروري اسمع هاي. ما قدمهم بالتغيير. التابوت هذا يعني. ليش هيك مغبش الشاشة صارت؟ نكمل نكمل ولكن مستحيل اكثر. والله خايف على صوت اللعبة اقسم بالله. There we go. اللعبة صارت أسهل لما صرت أعرف شو المهام. ما كنتش أعرف إنه هون مكتوب المهام، كنت أسويها من حالي أنا. إيش طيب بس هون خلاص خلصناها. أنا مش حاط عليها صح. Apply Moisture Moisturizer. أوكي خلصت هاي. تمام. من تحت. Alright. رجع دق. المشكلة وين دق؟ هون عند الثلاجات. المفروض انه اخذ هسه على الثلاجات. متين بده كولد ستورج؟ يلا. اوكي صح. دقيقة نفتح الباب. يلا راح ارجع بظهري يعني. هي صح يا حاج. حبيبي. حبيبي شايفين بقدرش اشوف انا، بقدرش اشوف اللي ورا. انت عم تفكر شوي بس نسيت انا شو اسمه هو هذا المريض. يمكن هذا ما نسيت شو اسمه. اوكي بس شباب هون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا بدكم نلعبها كمان نكمل نعالج نسوي هذا ميت خلاص. اكتبوا تحت في التعليقات وبس لا تنسوا اللايك والاشتراك ومع السلامة.